طبعا احنا في الفترة دي محدش فينا قوي هيبقى مهتم بفكرة انه يعمل فول ميك اب والفول كافرج والحاجات دي. انا هنا مش بتكلم عن العرايس، انا بتكلم عن امرأة عاملة او بنوتة نازلة جامعتها. ايه الحاجات البيزكس اللي تنصحي بيها البنات في الميك اب؟ بصي، هو قبل اي حاجه السكين كير بتاعها قبل الميك اب لازم تهتم بيه. هي نازله الصبح بدري، فقبل اي حاجه تحط سان سكرين. وفي حاجات نازله جديد سان سكرين فيه تنت، يعني ممكن تحطه فيه نسبه فاونديشن، نسبه جلوي شويه، بحيث ما تقعدش تحط برودكتس كتير. فهو لازم قبل اي حاجه قبل الميك اب تحط سان سكرين. هي نازله الجامعه، فنازله الصبح بدري، لسه يعني صاحيه من النوم، مش مفيش وقت اصلا ان هي تحط ميك اب، وبتبقى نازله مستعجله. فتبتدي الاول بسان سكرين، بعد كده تحط حاجات بسيطه قوي، يعني كمان بشرتها مش هتستحمل ان هي تحط حاجه تقيله على بشرتها. فيعني يكفي كونسيلر، اوكي. بلاشر خفيف قوي، يعني لو عايزه تحط ليب جلوس مش لازم انا تحط. من المدرسه دي قوي، بسطتيني لما قلتي هتحط سان سكرين وفي مش عارف تنت، فمش عارف او في بعض الحاجات البرودكت اللي زي دي بيبقى فيها فاونديشن، فانا هنا وحدت لون البشره، فممكن احط زي ما انت قلتي فعلا مش عارف عشان لو عندي هالات سودا تحت عيني بالظبط شويه كونسيلر مش عارف بلاش خفيف. انا من المدرسه دي جدا، ماسكاره على الرايق. بالظبط، حاجه سامبل، هي نازله حاجه بدري، يعني مش مفيش وقت، وهي مش راحه سهره ولا راحه مناسبه، هي راحه دراستها جامعتها، لسه سنها صغير، فلازم ومش تحط حاجه هيبين خفيفه. عيوب وشها، لا فبرضه ده ليه بالظبط، علاقه بجزء من الثقه بالنفس، ان هي حاسه ان وشها رايق احنا هي بنداري واثقه في ديفوهات نفسها. بس على الصبح، بس ما طيب بنعملش اكتر من كده.